المشاهدين، اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج لعيونك. موضوع حلقتنا النهارده بيهم الاطفال من المقام الاول. معايا اكتر من فقره النهارده ومعايا اكتر من دكتور ضيف، لكن الموضوع النهارده هنتخصص اكتر في المواضيع الخاصه بالاطفال. في بعض المواضيع احنا عارفين طبعا مفيش ام في الدنيا دي كلها نفسها او تتمنى ان هي تجيب لا قدر الله طفل فيه اعاقه او في اي مشكله من اي نوع. الإعاقة طبعا حاجة أعوذ بالله، يعني ربنا يا رب يعفي كل أم وكل طفل من الإعاقة. طبعا ليها حلول وليها بعض العلاجات الحديثة، لكن هل الحلول والعلاجات الحديثة لإعاقة الأطفال هل بتتم قبل الحمل قبل الولادة أم بعد الولادة على طول، ولا ممكن في المستقبل لا قدر الله في بعض الإعاقات بيتم علاجها؟ عشان كده هيكون معايا النهاردة دكتور محمد رمضان مرسي، استشاري العلاج الطبيعي للأطفال، حاصل على شهادة البورد البريطاني والأمريكي، دكتوراه العلاج الطبيعي الإكلينيكية من جامعة سانت أوجستن بالولايات المتحدة الأمريكية، وصاحب ومدير مركز عالمية للعلاج الطبيعي للأطفال. هنتكلم معاه النهاردة عن إعاقة الأطفال. الرئيس عبد الفتاح السيسي مهتم الفترة الأخيرة جدا بإعاقة الأطفال وكيفية تجنب الطفل المعاق بعض المشاكل اللي ممكن يكون بيواجهها من المستقبل، ويعني على طول الأبحاث وعلى طول الحاجات التكنولوجي في الطب بتتوصل لكيفية تجنب الأم وكيفية تجنب الطفل للإعاقة. إذن كمان المجتمع والفرد لازم يكون على دراية وعلى وعي كافي بطفل صحي وبإنجاب طفل صحي، والمجتمع يكون فيه أطفال أصحاء بعيد عن الإعاقة. أهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا وسهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين. منورني يا فندم. الله يكرم حضرتك. دكتور، مبدئيا هل فعلا يعني في حاجة ممكن تخلينا نتجنب إعاقة الأطفال؟ هو الأمر فيه حاجات كتيرة جدا طبعا للأبحاث العلمية الحديثة. بيبدأ الأمر بالنسبة لنا بالنسبة لكل التخصصات الطبية ان احنا لازم يكون عندنا حاجة الفريق العمل مش او فريق طبي متكامل، على اساس ان في فحوصات ما قبل الزواج لازم الاب والام اللي هم مقدمين على الزواج يعملوها ويقوموا بيها، ده جانب اولاني. الجانب الثاني ان لازم يكون الام فيه متابعه بالنسبه لها دوريه مع طبيب النساء والتوليد. ثالث شيء ان لازم يكون في فحوصات لو طبيب النساء والتوليد اشار بان هي تجرى اثناء الحمل يجب اجراءها. بعد كده بنواجه ساعات في احيان كتيره جدا ان بيبقى عندنا اسره او عائله فيها امراض وراثيه او امراض جينيه، ومازال بيصادفني مثلا مره واثنين وثلاثه واربعه ان انا بصادف اب وام اقارب وبينجبوا طفله اكتر وهو عنده مشكله، وبعد كده بيسيبوا الفرصه لان غيرهم من نفس الاسره او من نفس العيله يتزوجوا بعض. فدوت بيبقى ادعى لان تكرار المشكله في نفس محيط العيله. في اشياء ثانيه تخص الـ فيما بعد الولاده مباشره. لما يعني الواحد لما كان في الولايات المتحده الامريكيه لمده 15 سنه كان بيتم تحويل اطفال او امهات بطفل داخل الرحم قبل الولاده لمستشفيات معينه يتم فيها الولاده، على اساس ان الطفل بيخرج من الولاده مباشره، احيان كثيره جدا على تدخل وتخصص واحيان جراحه كمان. طيب الاطفال يا دكتور ذوي الاحتياجات الخاصه او الطفل صاحب الاعاقه، الاسباب الاساسيه يا دكتور اللي ممكن تكون بتسبب الاعاقه دي، يعني بتكون حضرتك قلت التزاوج الاقارب، هل سن الام، هل يعني تناول بعض العقاقير او الادويه الغير مفضله او غير مستحبه في اثناء فتره الحمل، هل في يعني اشياء اخرى او عوامل اخرى ممكن تسبب لاعاقه الطفل؟ هو حضرتك اثرتي نقطه في منتهى الاهميه، هي صحه الام عموما. يعني احنا لو بصينا لصحه الام احنا عايزين نتكلم لو وعي المجتمع كامل، لازم نقول ان اللي مقدمة على الزواج صحتها قبل حتى الزواج لازم تكون في حدود صحية متميزة جدا وعالية جدا، لان في امهات كتيرة جدا بيقدموا على الزواج وهم عندهم مشكلة واثنين وثلاثة واربعة، من ناحية مكونات الدم، من ناحية التعرض لأدوية قبل الزواج، من ناحيه التعرض لادويه اثناء الحمل، وكل دوت بسبب ان احنا بنلجا مش لاستشاره المتخصص. يعني المفروض كل ام مقبله على الزواج تهتم بصحتها، تهتم ان يكون في فحوصات لمكونات الدم، تهتم ان هي ما تاخدش اي ادويه الا باستشاره الطبيب المتخصص، تهتم كمان اثناء الحمل بالمتابعه. وطبعا احنا عندنا دلوقتي 3 دي وال 4 دي التراسونوجرافي اللي هي بتبين لنا كل ما يلزم الجنين اثناء مراحل تكونه، لان كل جزء من الجنين داخل رحم الام
له فتره معينه، له سن معين اثناء وجوده داخل الرحم بيبدا النمو فيه وبيكتمل النمو فيه. فطبيب النساء والتوليد عارف بالظبط كل جزئيه من الجنين ممكن يكون فيها عطب امتى، وبالتالي يشخصها في ساعتها على طول ويلفت نظر الاباء والامهات لوجود مشكله زي كده. طيب التدخل المبكر للام بقى للتعامل لا قدر الله او لتجنب وجود طفل فيه بعض الاعاقات او بعض التشوهات، التدخل يا دكتور يعني في فتره الحمل بيبتدي من امتى تحديدا؟ بص حك، يمكن الاعقد مكان بالنسبه للجنين وهو المخ والعمود الفقري، يعني ممكن ناس كتيره جدا يغيب عنهم ان هم بيتكونوا من اول الاشياء اللي بتتكون اثناء بعد وجود الحمل نفسه، يعني بمجرد وجود الجنين الشهور الاولى، الثلاث شهور الاولى، ده مش الشهور بس الاولى، ده الاسابيع الاولى. تمام. وبالتالي كل مكون من مكونات المخ له فتره معينه بيبدا فيها النمو وبيكتمل فيها، لدرجه ان احنا ممكن يكتمل نمو المخ كله والعمود الفقري قبل الاطراف، قبل كل الجسم كله. تمام. وبالتالي لو في عطب بيبان بدري جدا 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 كشكل، الشكل التشريحي لمكون من مكونات المخ، تمام كده، او للعمود الفقري، او لو في اشياء زي مثلا السباينا بيفيدا مثلا بيكون فيه بروز خارج العمود الفقري خالص وبيبان كساك كده او كتكيس، ودوت الالتراسونوجرافي العادي جدا ممكن يبينه. طيب بعض التشوهات الخلقية في الجنين وهو لسه في بطن الأم، أنا عارفة إن ممكن نتجنبها أو بيتم علاجها والجنين لسه يعني ما أقبلش على الحياة أو خرج للحياة. تمام. وفي بعض كمان التشوهات الأخرى لا يتم علاجها، يعني وبتكون الحالة خطر ويجب يعني التخلص من الجنين عشان يعني بعد كده تكون الأم آمنة وما تكونش عندها مشاكل حتى في الولادة الأخرى بعد كده. تمام. توضح لي كده يا دكتور بالظبط إيه الحاجات اللي ممكن يعني التعامل فيها جراحيا او التعامل فيها علاجيا لخروج جنين معافي. هو احنا بنقول ان المتابعه مع طبيب النساء والتوليد هي من الاهميه بمكان ان هي تجنب الام والاسره جميعا والمجتمع كله وجود طفل عنده مشكله. تمام. ليه؟ لان طبيب النساء والتوليد بيتابع زي ما قلنا كده كل جزء من اجزاء المخ والعمود الفقري والاطراف، له سن بيبدا فيها وله سن بيكتمل فيها اثناء وجود الطفل في رحم الام. تمام. وبالتالي المتابعه هي اهم شيء، لان احنا بنفاجئ لغايه النهارده ان في اباء امهات مش بتتابع خالص اثناء فتره الحمل. ده حقيقي. تمام كده. كمان احنا بنفاجئ كمان وخصوصا في الاقاليم ان في ولاده بتتم مش تحت اشراف طبي. تمام. فجزئيتين في منتهى الاهميه بمكان ان احنا لازم نراعيهم، يبقى المتابعه الدوريه اثناء الحمل بتكتشف بتساعد في الاكتشاف المبكر اذا كانت مشكله في المخ، اذا كانت مشكله في العمود الفقري، اذا كانت مشكله في القلب، اذا كانت مشكله في الاطراف، كل ده بيتم فيما بعض الاشياء بيتم التعامل معاها، ممكن يتم التعامل معاها جراحيا والجنين لسه داخل رحم الام، وفي اشياء بيتم التعامل معاها جراحيا بعد الولاده مباشره. تمام. تمام. طبعا باقي التخصصات كلها بتبدا شغلها بعد الولاده، وخصوصا بالنسبه لتخصصنا احنا مهنه العلاج الطبيعي للاطفال. فاحنا يعني جزئيه اساسيه بالنسبه لنا كمهنه اساسيه، مهنه طبيه اساسيه بالاضافه للعظام وللاعصاب وللجراحات العظام وجراحات الاعصاب، ان لما يكون طبيب الاطفال اتحول له طفل او جاله طفل وعنده مشكله، حتى لو كان عنده شك بس في وجود المشكله لسه مش متاكد، تمام، المفروض ان تخصص العلاج الطبيعي للاطفال ياخد المكان زي المخ والاعصاب وزي عظام الاطفال وزي جراحات عظام الاطفال وزي جراحات الاعصاب، ان يتم التحويل ليه على اساس استشارته، لان فيه علامات كتيره جدا 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 ممكن نسردها لو الوقت يسمح، بتخلي حتى الاب والام لو احنا حطينا الدوت كتارجت بالنسبه لنا ان احنا ممكن نخلي المجتمع كله عنده معلومات بسيطه جدا 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 تخليه يقدر يقول الطفل دوت بتاعي سليم ومعافى ما عندوش اي مشكله، او الطفل دوت لا قدر الله، انا ممكن مش هنقول ان احنا هنخلي الاباء والامهات يشخصوا لان هم مش اطباء، لكن هنقول ان احنا ممكن نرفع الوعي عندهم ان احنا ايه يوصلوا هم المستوى يقولوا ان ابننا عنده مشكله او اكتر تستدعي ان احنا اقل شيء نعمله نستشير طبيب الاطفال. طب هل يا دكتور تاخر النمو الطفل يعني بيبان امتى بعد الولاده؟ يعني انا عارفه ان هو ممكن بيكون ظاهر قبل الولاده، يعني قبل الانجاب وقبل ظهور الطفل للحياه، لكن لو الطفل طبيعي ونموه طبيعي جدا بعد الولاده بيتم امتى يا دكتور ملاحظه الام ان لا الطفل كده عنده مشكله في النمو ولازم التوجه لطبيب؟ تمام.
هو يمكن من وجهة نظري أنا ده سؤال في منتهى القيمة وجميل جدا، ودوت اللي هو ممكن يكون محور ارتكاز لتوعية المجتمع ككل. تمام، كأفراد مش هنتكلم لما احنا هنسرد الإجابة على السؤال دوت، هنبعد تماما عن الميديكال تيرمينولوجي وهنبعد خالص عن المصطلحات العلمية المعقدة. يا ريت. هنحاول نسردها بطريقة بسيطة جدا 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 تتناسب مع ثقافة ومستوى تعليم أي حد من أفراد الكوميونتي اللي احنا عايشين فيه. اول جزئيه احنا هنتكلم فيها ببساطه ان الجنين داخل رحم الام هو في وضع ايه، يعني بالنسبه للاطراف العلويه والسفليه هو تنيهم كده. تمام كده. طيب لما الطفل اتكون واستمر في الوضعيه ديت لمده شهر واتنين واكتر، احنا بنتوقع ايه بعد ما يكون تتم ولاده البيبي او الجنين؟ هل مره واحده على طول الاطراف العلويه والسفليه بتتفرد ولا لازم يتنوا في الوضعيه ديت لفتره؟ طبعا. تمام، فبديه انه لازم يتنوا في الوضعيه ديت لفتره. أكيد. طيب فده هو النورم، ده الطبيعي بالنسبه لي ان انا لما ابص على طفل الاقي الاطراف العلويه والسفليه متنين. تمام. طب لو وجدت ان الاطراف العلويه والسفليه عكس كده كلهم مفرودين، يبقى دي علامه. تمام كده. طيب لو وجدت ان ثلاث اطراف متنين وطرف واحد بس اللي مفرود، تمام، دي علامه تستدعي ان الطرف ده بالذات هو اللي فيه مشكله. تمام. طيب لو وجدت ان الجزئيه الثانيه بالنسبه لي هي جزئيه ان احنا بنبص للجسم البشري بمنظور ان هو شقين متطابقين تماما، شق ايمن وشق ايسر، المفروض ان انا عندي تطابق في الشكل وتطابق في الحركه. تمام. فبالنسبه للبيبي اللي قدام مني المفروض انا اول ما ابص له، علشان كده كل الكلام دوت احنا ممكن نقول ان احنا نستطيع توعيه علامات مبدئيه توضح من اول يوم بعد الولاده. تمام. تمام كده. يعني في ناس بتستصعبها لدرجه ان انا وانا في امريكا كنت بتناقش مع دكاتره اطفال ومخ واعصاب، فالاغلبيه مسيطر على ذهنها وتفكيرها ان هو ايه اتس بيس اوف فليش، يعني جزئيه لحمه صغيره لسه مولوده هنقيمها ازاي. فكنا بنتناقش معاهم وبنقول يا جماعه لا، في علامه واثنين وثلاثه واربعه. تمام. اول جزئيه منهم اللي احنا سردناها. تاني جزئيه ان احنا لما نبص لجسم الطفل اللي مولود عندنا كشقين ايمن وايسر. تمام. لازم يكونوا متطابقين في الشكل وفي الحركه. تمام كده. فانا بالنسبه لي لما ابص للجزء الايمن تمام لازم يكون متطابق تماما اثناء السكون واثناء الحركه مع الشق الايسر. تمام. يعني لو البيبي نايم يبقى وضعيه الثانيه هي اللي مسيطره، لو البيبي صاحي وضعيه الحركه هي اللي مسيطره. تمام. وطالما احنا بنقول في وضعيه حركه يبقى لازم يكون في حركه في الجزء اليمين وفي الجزء الشمال. تمام. بالنسبه للطرف العلوي ونفس الشيء بالنسبه للطرف الايه، بالنسبه للطرف السفلي. طب في بعض الامهات يا دكتور بتلجا لي، يعني وانا كنت واحده منهم الصراحه، ما اعرفش هل يعني ده يعني تصرف خاطئ ام تصرف صحيح. فرد يعني اطراف البيبي في سنه صغير جدا، بتكون الايد حضرتك بتقول ملمومه جدا والرجل ملمومه، بنحاول نشد الاطراف ونفردها اكتر من مره في اليوم، هل ده تصرف خطا ام تصرف صحيح؟ هو لو الاب والام ملاحظين ان في شيء غير طبيعي يبقى يجب استشاره طبيب اطفال قبل ما يعملوا اي حاجه. لكن لو انا خلاص، انا يعني انا كمان لو ممكن في الوقت هيسمح هنسرد حاجات تانية كتير قوي، ممكن تقول لنا علامات تانية اخرى بسيطه جدا بالنسبه للاب والام. انا لاحظت ان في مشكله واثنين وثلاثه عندي، يبقى لازم استشير المتخصص قبل ما اعمل اي حاجه. تمام. تمام. ليه؟ لان انا ممكن ببساطه شديده جدا لما احنا بنقول التطابق في الشكل ما بين الطرف العلوي اليمين والطرف العلوي اليمين والطرف السفلي الايمن والايسر. تمام. طيب فرضنا مثلا الاب والام وجدوا ان في الرجل اليمين اطول شويه من الرجل الشمال. تمام. ودي بتحصل يا دكتور في حالات كتير جدا زي خلع المفصل بتاع الحوض. تمام. خلع مفصل الحوض، لو الخلع ناحيه تحت يبقى الرجل اللي مخلوعه هتبقى اطول من الرجل الثانيه. تمام. ولو الخلع لفوق يبقى الرجل اللي هي مخلوعه هتبقى اقصر من الثانيه. تمام. تمام. فلو انا لاحظت حاجه زي كده تمام، يبقى ما لمس الطفل بتاعي او ما حركوش الا بعد استشاره الطبيب الايه المتخصص. طيب معانا يا دكتور مجموعه من الفيديوهات، لو كده توضح لنا اكتر عليها، يعني شرح اكتر تفصيلي، ممكن لو سمحت نشوف فيديو مع بعض. تمام. الطفل دوت هو حاله ملخ ولاده للطرف الايسر العلوي الايسر. تمام. ويعني المفروض ان احنا عندنا شلل في الذراع الايسر. تمام كده. تمام. ده بعد التدخل بتاعنا زي ما حضرتك شايفه كفه الايد بتتحرك بشكل جميل جدا، صوابع الايد بتتحرك بشكل جميل جدا، الكوع بيتحرك بشكل جميل جدا، الكتف كمان بيتحرك بشكل جميل جدا. حضرتك اثرتي نقطه من شويه هي نقطه التدخل المبكر. تمام. وسالتي سؤال هل التدخل المبكر بالنسبه لنا ممكن يفرق؟ اه طبعا ممكن يفرق. طفل زي دوت ما بدأش معانا من بعد التشخيص مباشرة. ده يعني هو جه عندنا في سن مثلا حوالي سنة ونص. تمام. تمام.
وكان متأخر جدا 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 حركيا، لدرجة ان هو بالرغم ان ما عندوش اي مشكلة تمنع ان هو يقعد او يقف او يمشي، لكن هو كمان جه عندنا المركز وهي غير مستطيع ان هو يحبي او يقف يمشي. هل ده يا دكتور تأخير في فترة يعني لجوء الام لطبيب متخصص للعلاج؟ هو ده كان جزء، والجزء الثاني ان هو عدم وجود التخصص في مهنة العلاج الطبيعي، وده جزء مهم جدا بالنسبة لنا من ضمن التوعية. طبعا. ان انا بالنسبة للاطباء المخ والاعصاب والاطفال لما يتم تحويل طفل يجب تحويله الى مركز علاج طبيعي متخصص في الاطفال. تمام. فالطفل دوت زي ما حضرتك شايفاه يستطيع المشي دلوقتي، ما كانش اصلا بالرغم ان هو قضى مثلا اكتر من سنه بيعمل جلسات علاج طبيعي، لكنه ما تمكنش من الوقوف والمشي الا لما احنا بدانا نتعامل معاه بالتقييم السليم، لان في اسس علميه المفروض يتم عليها التقييم. تمام. وبدانا نعمل خطه علاجيه تتعامل مع التاخر الحركي اللي هو كان عند الطفل، وعملنا كمان خطة علاجية أخرى تتعامل مع المشكلة بتاع الطرف العلوي. طيب بعض المشاكل يا دكتور الصحية للأطفال يعني بيتم علاجها في فترات، معظمها بتكون فترات طويلة ولا ممكن فترات قصيرة والطفل بيرجع معافى تاني؟ لو إحنا يعني اعتمدنا بشكل جامد جدا جدا على أسس علمية في التقييم السليم بالنسبة للحالة، وحطينا إيدينا على نقاط القوة ونقاط الضعف بالنسبة لكل طفل، احنا ممكن طفل، طبعا كل حال عن التانية تفرق وتختلف، لكن ممكن طفل يستجيب معانا في خلال اسابيع بسيطة. تمام. واحنا بنكون منطقيين جدا جدا وبنتكلم مع الاب والام، لو ان حالة الطفل تسمح بالتحسن في خلال اسابيع بنقول كده من اول يوم، ولو ان الحالة صعبة ومعقدة برضو بنكون امناء جدا مع الاب والام، بنقول يا جماعة لا، حالة الطفل صعبة جدا ومعقدة وعايزة فريق متكامل من ناحية العلاج الطبيعي والأطفال والمخ والأعصاب، واحتمالية كمان يكون فيه جراحات بالنسبة للمتخصصين في الجراحة، وبالتالي بنقول يا جماعة إحنا حدودنا وأهدافنا العلاجية هي 1 2 3 4، بحيث الأب والأم يكون عندهم الخلفية وعندهم الوعي ويكونوا عارفين إن مجهودهم وجهدهم سواء البدني أو المادي بيؤدي إلى نتائج محددة من بداية من أول يوم في التقييم. طيب المشاكل يا دكتور الأطفال اللي ممكن تكون خاصة بالقدم، هل بيتم علاجها بداية من يعني مشي الطفل بعد سنة أو سنة ونص، ولا بيتم علاجها من البداية خالص من الشهور الأولى؟ في مشاكل بالنسبة للقدمين يجب التعامل معها مباشرة بعد الولادة. يعني في أطفال بتولد بتشوهات في القدمين، ودوت بيستدعي أن دكتور العظام بيتدخل وبيعمل اللي احنا بنسميه سيريال كاستنج، بيعمل جبس متكرر، جبس بيشيله كل أسبوع بيحرك القدم ويجبس، وبعد أسبوع من الجبس دوت بيشيله تاني ويحرك القدم لمدة أو لمدى حركة جديد ويعمل جبس جديد وهكذا لمدة 6 7 مرات. تمام. وبعد كده ممكن دكتور العظام ينصح باستخدام نوع من أنواع الأحذية اللي هي فيها مسطرة بتلزم الطفل لمدة كبيرة جدا من ساعات اليوم والليلة بأن هو يلبسها. ده قبل المشي يا دكتور، قبل ما لازم الطفل أصلا من يمشي من أول يوم بعد الولادة. تمام. من أول يوم بعد الولادة مش هنستنى خالص. إحنا لو سيبنا طفل، ودي مشكلة برضو بتخص المجتمع بتاعنا، ان يعني ناس كتيره جدا جدا بيقولوا لا سيبوا الطفل وايامه هتجيبه. بالظبط. لا احنا بنقول يا جماعه ايه المشكله، يعني is not gonna hurt if you consult a specialist. ده فعلا يا دكتور في بعض يعني المعتقدات الشائعه وبعض الاراء طبعا، لا ما تبشريش على الطفل، لا الطفل كويس، هي بس بيبقى اعوجاج بسيط في الاول كده ومع الوقت بيخف يعني او بيتعالج لوحده. لما استشير المتخصص ويقول لي الكلام ده انا كده هبقى مرتاح طبعا اكيد، لكن لما اخد كلام العوام واللي هم ما عندهمش خلفيه علميه ولا طبيه يبقى انا كده ضريت ابني بشكل جامد جدا. ممكن بعد كده العلاج الطبيعي مش هيجدي، ولا كمان الجراحات، وممكن كمان تتعمل جراحة وبعد كده بعد فترة ترجع التشوه دوت وبدرجة أصعب كمان. يبقى أنا من أول يوم بعد الولادة لما، وبرضو دوت من ضمن الحاجات اللي احنا المفروض نوعي بها المجتمع، إن يجب استشارة طبيب أطفال بعد الولادة مباشرة، ياخد نظرة عامة على الطفل. تمام. شايف ان في مشكله هيقول للاب والام ان في مشكله. تمام. وشايف ان في مشكله هو يقدر يتعامل معاها خلاص ده شغله. شايف ان المفروض يكون في تخصصات تانية زي العظام او المخ والاعصاب او العلاج الطبيعي هيتم تحويل الطفل للمتخصص عن طريق طبيب الاطفال من اول يوم. طيب الاسره يا دكتور اللي سبق ليها يعني انجاب طفل عنده مشاكل او بعض الاعاقات الجسديه، يعملوا ايه يا دكتور بعد كده عشان يعني لو حبوا ان هم يكرروا التجربه ويكون في اكتر من طفل؟ تمام. هل بيتم علاجات بقى من قبل اصلا فكره الانجاب او فكره الحمل، ولا في فتره الحمل نفسها بيبتدوا يتابعوا من اول يوم؟ هو احنا يعني طبعا سؤال جميل جدا جدا جدا، بننصح اب وام ان هم مروا بمرحله او بتجربه ان عندهم طفل عنده مشكله، ان الحمل بالنسبه لهم ما يكونش حمل عشوائي، لازم يكون حمل مخطط ليه.
تمام. على اساس ايه؟ على اساس ان الام يجب ان تستشار طبيب النساء والتوليد قبل ما يحصل حمل، تمام، غير اي ام ثانيه. وبالتالي الاب والام دول هيروحوا للطبيب النساء والتوليد، طبيب النساء والتوليد هيعرف طبعا، هياخدوا كل الريكورد بتاع الطفل الاولاني من اشعاعات وتحاليل وفحوصات وهيعرضوه على طبيب النساء والتوليد. طبيب النساء والتوليد يستطيع ان هو يحدد اذا كانت مشكله جينيه، اذا كانت مشكله وراثيه، اذا كانت مشكله مكتسبه بعد الولاده، اذا كانت مشكله حصلت اثناء الحمل او اثناء الولاده او فيما بعد الولاده، وبالتالي هيوجههم للاتجاه السليم. هل هم محتاجين الام مثلا محتاجه نوع من انواع الفيتامين، محتاجه صحه الام تكون متظبطه كنسب مكونات دم قبل ما يحصل حمل جديد، محتاجه ان هي تستشير دكتور متخصص في الامراض الجينيه والوراثيه، تمام؟ كل دوت يجب ان هو يتم قبل ما يحصل حمل من الاساس. يعني ما فيش مشكله يا دكتور لاي ام مقبله ان شاء الله على حمل اخر بعد حمل كان فيه اعاقه، لكن اهم حاجه الالتزام بقواعد الدكتور ويعني تمشي على نصائح الدكتور من اول يوم. ما نقدرش نقول ان ما فيش مشكله، لان في حالات، يعني كل مرض جيني او كل مرض وراثي له حاجه اسمها ريكرنس ريسك، يعني نسبة تكرار، تمام؟ ففي حاجات ملهاش نسبة تكرار، فكده خلاص الطبيب النساء والتوليد هيقول لهم، أو لما يحولهم للمتخصصين في الأمراض الجينية والوراثية هيقول لهم إن دوت ملوش نسب تكرار، وإن دي كانت حاجة حصلت مرة واحدة وغير قابلة للتكرار، أو هيقول لهم إن في نسبة تكرار 25% مثلا أو 50% أو 75%، والآباء والأمهات بيبقوا عارفين. وكمان ممكن يقول لهم إن أثناء الحمل إحنا ممكن نعمل ميجرز معينة الأم تمشي عليها، أو أدوية معينة الأم تمشي عليها أثناء فترة الحمل كلها، بحيث إن إحنا نحاول قدر إمكاننا إن إحنا نجنب الأم ديت إن يوجد لها طفل آخر عنده نفس المشكلة. إن شاء الله يا دكتور. وللأسف وقت الفقرة انتهى، أكيد للحديث بقية إن شاء الله في موضوع، لأن موضوع في غاية الخطورة. شكرا يا دكتور. شكرا جدا. أعزائي المشاهدين، كان معايا دكتور محمد رمضان مرسي، استشاري العلاج الطبيعي للأطفال، حاصل على شهادة البورد البريطاني والأمريكي، وصاحب ومدير مركز عالمية للعلاج الطبيعي للأطفال. هنطلع فاصل ونرجع معانا تاني فقرة في البرنامج.